ويسكا غرناطة، يعني كانت نقولوا باللي وين هويسكا وين يفوز بالأداء والنتيجة أمام غرناطة بعد ما كان منهزم، وين قلب المباراة لصالحه، وين شانا كيفاش كوينا الذي سجل الهدف في الدقيقة 8 لغرناطة، وين نقولوا باللي داني وين عدل النتيجة في الدقيقة 31 39 وين أضاف الويسكا وين يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 39، ديمتري في الدقيقة 44، يعني وين قضى على غرناطة في الشوط الأول بثلاث أهداف لهدف واحد. شان ألبرتو اللي قلص النتيجة في الدقيقة 59 في الجولة 24 الدور الإسباني الدرجة الأولى، وشان كيفاش ألفارو من جانب ويسكا في الحراسة، ديمتريوس شنا باولو شنا باولو كذلك إينونسو خافي دافيد شنا كيفاش مايكل نقولوا باللي ادرياس وين كذلك وين نقولوا باللي هويسكا وين عرف كيفاش يسجل ويحافظ على النتيجه، وين شان غرناطة روي سيلفا في الحراسه، فيكتور جيرمان ديميتري اندريان البرتو يان فيدي انطونيو، يعني وين نقولوا كانت المباراه مباراه اللي كانت شيقه، مباراه اللي شاهدنا فيها اهداف شاهدنا فيها لعب، شاهدنا نقولوا باللي المباراه وين هويسكا وين قتل المباراه في الشوط الاول، يعني في بعد ما كان منهزم وين يقلب الموازين في الشوط الاول يعني بثلاث اهداف بعد ما كان منهزم، شاهدنا كيفاش 57% نسبه استحواذ هويسكا، غرناطه 43%، 208 تمريرات لغرناطه، 344 تمريره بالنسبه هويسكا، شاهدنا كيفاش هويسكا وين دخل بخطه، يعني المدرب وين دخل بخطه 4-3-4-2-1، شاهدنا كيفاش المدرب غرناطه اللي دخل بخطه 4-3-4-3، يعني وين كانت مباراه صعبه، يعني من الصعب من التكهن بها، وين نقولوا بلي هويسكا كان مسجل ثلاث اهداف غرناطه هدفين، يعني نقولوا بلي غرناطه وين حاول بكل طرق يعني من اجل تعديل النتيجه، شاهدنا كيفاش هذه الجولة 24 وين الجولة 24 هويسكا غرناطة الدور الإسباني الدرجة الأولى صعيد.